السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السبب الذي منع هتلر من ممارسة الجنس مع زوجته إيفا بروان: لم يمارس أدولف هتلر الجنس مع عشيقته إيفا بروان التي تزوجها قبل يوم من انتحاره في عام 1945، وفقا لأدلة جديدة قدمه البروفيسور توماس ليوانغ مارك في سيرة السيدة بروان، مضيفا أن المرأة كانت تعاني منذ ولادتها أمراض مهبلية نادرة. لم يجر أدولف هتلر وإيفا بران أبداً الجماع الجنسي طوال علاقتهم التي استمرت 16 عاماً، وفقاً لسيرة جديدة للسيدة بروان كتبه البروفيسور توماس ليوانغ مارك. هكذا يقول توماس ليوانغ مارك في كتابه: كان إيفا بروان حالة نادرة تسمى المهبل مايروكيت أنسكي متلازمة كوسترهاوزر. يحدث المرض عندما يفشل الطفل الذي ما زال طفلاً في تطوير نظامه التناسلي بشكل صحيح، مما يتركه الرحمه قليل أو معدوم، وقناة مهبلية قد تكون قصيرة أو ضيقة أو غائبة تماماً. وقال ليوانغ مارك: الناس مع MRKEG يشهدون أنه يجعل الجنس مخيف، وأن العديد منهم يبحثون عن عملية جراحية بما في ذلك إيفا بروان. بالإضافة إلى ذلك، فإن الشهادات التي أدلى بها أناس يعرفون السيدة بروان قد تلقي المزيد من الضوء على طبيعة علاقتها بزعيم النازي. على سبيل المثال، كانت إيفا قد أوضحت لمترجمها الدبلوماسي النازي يوجين دولمان أثناء رحلة إلى روما حول سبب عدم وجود علاقة حميمة مع هتلر. وقالت المرأة: بالنظر إلى شروق الشمس معه، كان يقول لي في كثير من الأحيان أنه لا يمكن إلا أن يحب المانية، مضيفاً أن الشباب الألماني الذي يأخذها كمثال لا ينبغي أن يشعر بخيبة أمل من قصص الحب القذر، لأنها ستفقد الثقة في القضية. كما يقتبس الأستاذ أيضاً الطبيب الشخصي لهتلر الدكتور كارل براندتن واثنان من أمنائه، وهما جيرترود جونج وكريسيتا شرودر، اللذين رفضاً أيضاً فكرة أن هناك علاقة جنسية بين أدولف هتلر وإيفا براون. اقترح هتلر نفسه في إرادته علاقة أفلاطونية عندما ينسب إلى بروان سنوات طويلة من الصداقة المخلصة، لذا فإن احتمالية وجودهم للخصوصية هي في الأساس صفر، لخصت ليوانغ مارك. وخلصت الأستاذة إلى أن هتلر استخدم إيفا على مر السنين كدرع ضد التكهنات حول حياتها الشخصية،